عايز اطمن من خلالك طبعا عن كل كواليس المنتخب واخر استعداداته لماتشين ليبيا وموعد انضمام المحترفين وتحديدا كمان محمد صلاح، يعني قول لنا كل الكواليس يعني. يعني هو خلاص كل المحترفين اللي انضموا يا امير خلاص هيبقوا موجودين في المعسكر باستثناء محمد صلاح اللي هيصل بكره ان شاء الله. طبعا موضوع استبعاد قفشه ومحمد شريف ده كان الحدث الاهم في المنتخب الفتره الاخيره، لكن أسبابه زي إيه ما من وجهة نظرك أو من خلال معلوماتك يعني؟ بص هو سبب فني بحت من وجهه نظر كيروش، بس كارلوس كيروش يعني حتى الجهاز الفني المصري يا امير ما يعني في بعضهم عارض القرار، لكن هو في الاخر الراجل طلع قال لك لا ده قراري وانا مسؤول عنه وانا مش عايز حد، انا الراي الاول والاخير، انا صاحب الراي الاول والاخير في المنتخب، لو انتوا خايفين من او في انتقادات هتوجه لكم لا انا هطلع اتكلم في الاعلام. حتى ساعتها يعني بعد اعلان القائمه على طول امير طلب عقد مؤتمر صحفي يوم السبت اللي فات، لكن تم تاجيله للنهارده عشان الراجل يطلع يوضح فيه كل الحاجات الخاصه يعني بالاستبعادات. السبب الرئيسي وراء عقد هذا المؤتمر هو توضيح موقف قفشه وشريف واسباب استبعاده. يعني ده سبب رئيسي في عقد المؤتمر، يعني المفروض ان انت المؤتمر الصحفي تبقى قبل الماتش بس بيوم يا امير، فانت هو راجل بالظبط. طلب مؤتمر خاص يعني كان هيعمله يوم السبت اللي فات لكن تم تاجيله للنهارده حتى يكون المحترفين انضموا وتكون الرؤيه وضحت، يعني كان بعض المحترفين يعني كان في لغط ان في بعض اللعيبه هينضموا، لا لكن الحمد لله كل اللعيبه اكدت حضورها، منين محمد وصل النهارده واحمد حجازي وصل امبارح وكوكا كل الناس موجوده زي ما قلت لك باستثناء محمد صلاح اللي هيصل بكره ان شاء الله. الراجل هيتكلم برضك على شارة القيادة، كان في لغط برضك على حوالين شارة القيادة بعد عودة أحمد فتحي لصفوف المنتخب، لكن هقدر أأكد لك 100% إن شارة القيادة هتبقى حق أصيل لمحمد صلاح، والراجل يعني أغلق الملف ده نهائي برضه إن هو نفس يستحق حصل محمد صلاح بصراحة. طبعا، يعني مع احترامي لأي لعيب طبعا. موجود في المنتخب يعني كنوع من التكريم أو أنت برضك يعني حاجة كويسة المنتخب، ان محمد صلاح هو يبقى كابتن المنتخب فدي حاجه كويسه للاعب وللمنتخب طبعا مع احترام من اي لعيب موجود. في مؤتمر صحفي هيبتدي كمان اقل من دقائق، امير كارلوس هو اللي هيتكلم مع الصحفيين فيه في استاد برج العرب، هيوضح فيه زي ما انت قلت كده الاسباب الحقيقيه وراء استبعاد قفشه ومحمد شريف. مش عايز اقول لك يعني الراجل يعني ممكن تكون مش عايز اقول قرصه ودن مثلا لبعض اللعيبه ان ما عندوش حد مثلا نجوم او اسامي معينه، فان شاء الله تبقى حافز للعيبه كلها قفشه وشريف واي لعيب تاني في مصطفى فتحي واللعيبه التانيه اللي استبعدوا ان هم يبقى حافز ليهم ان هم يرجعوا اقوى واقوى مع المنتخب الفتره الجايه. واعتقد يعني انا شايف يعني خساره طبعا استبعاد شريف تحديدا هداف الدوري المصري طبعا. طب مراد سريعا قبل ما نختم معاك، هل استقر على التشكيل اللي هيخوض بيه الماتشين او بنسبه كم ممكن يكون استقر يعني بشكل سريع؟ لا يعني بعض يعني في العديد من المراكز يعني خاصه محمد شناوي في حراسه المرمى، احمد حجازي الونش ناحيه اليمين لسه عليها خلاف لغايه دلوقتي، اكرم توفيق هو الاقرب او احمد فتحي لكن بالنسبه كبيره اكرم توفيق هو الاقرب. الشمال برضه غالبا ممكن تبقى ايمن اشرف يرجع لمركز الظهير الايسر، خط الوسط يعني السوليه وطارق حامد هم الاقرب لغايه دلوقتي، طبعا محمد صلاح أكيد مركزه محفوظ طبعا، المهاجم الاقرب تمام لغايه دلوقتي مستوى محمد، الشمال بقى في خلاف برضه يعني في اكثر من لاعب جاهز أكيد. لكن لما تمش التدرج عليه بنسبه كبيره يا امير. بشكرك يا مراد، شكرا جزيلا الصديق العزيز والصحفي الكبير الأستاذ محمد مراد كان معانا على الهاتف وقال لنا على كل الأخبار والكواليس اللي بتتعلق بمنتخبنا الوطني قبل ماتشين ليبيا.